كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الحالية، والنشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية متوقف في الوقت الحالي كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والذي ضرب جميع دول العالم وأسفر عن إصابة 1,500,000 شخص، بينهم أكثر من 90,000 حالة وفاة. وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيمنح الأندية 6 أسابيع كفترة إعداد قبل استئناف مسابقة الدوري من جديد، وأوضحت أنه في حال عاد الدوري في الأول من أغسطس القادم مثل ما أشيع خلال الساعات القادمة، فإن الأندية سيكون من حقها التدرب في ملاعبها بدءا من منتصف يونيو. وشددت التقارير على أن هذا القرار يأتي حفاظا على اللاعبين من التعرض للإصابات الخطيرة في حال عدم الإعداد الجيد قبل استئناف النشاط مرة أخرى، حيث أنهم يتواجدون في الحجر المنزلي منذ مارس الماضي. كشف أحد أساطير نادي الاتحاد عن كواليس صادمة داخل قلعة العميد وأسرار رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم وتعامل مجالس الإدارات معه. والاتحاد يعاني بشدة في الفترة الأخيرة من تراجع حاد في النتائج جعلته ينافس على تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى خلال العامين الماضيين. وأشار مبروك زايد أسطورة حراسة المرمى في الاتحاد إلى أنه تعرض للظلم بالخروج من النادي والاعتزال مبكرا، وأضاف زايد في بث مباشر عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: نحن كجيل ذهبي صدمنا من تعامل إدارة الاتحاد معنا حين قررت خروجنا من النادي، وكان بإمكاني الحديث لكنني فضلت المغادرة بصمت. وأوضح حارس الاتحاد السابق أنه لا يزال لديه مستحقات لدى العميد لم يحصل عليها حتى الآن. وزايد البالغ من العمر 41 سنة لعب في نادي الاتحاد لمدة 14 سنة كاملة، حيث انضم إلى الفريق الأول في عام 2000 قبل أن يرحل في 2014 ليعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا. وحقق زايد العديد من الألقاب والبطولات مع الاتحاد، أبرزها ثنائية دوري أبطال آسيا في عامي 2004 و2005. وعن معاناة الاتحاد في الوقت الحالي شدد زايد على أن الفريق يتعرض لحالة من عدم الاستقرار الإداري والفني وغياب القائد داخل الملعب ما أثر على النتائج. وأضاف مبروك زايد إلى أن جماهير الاتحاد تعودت على البطولات والمستوى المميز، لذلك لن تقبل إلا بعودة الفريق إلى منصات التتويج مرة أخرى. واعتبر زايد أن العودة إلى منصات التتويج من جديد لن يتم إلا إذا نجح الاتحاد في التعاقد مع صفقات محلية وأجنبية من العيار الثقيل. ذكرت مصادر أن بعض لاعبي الهلال وافقوا على طلب مجلس إدارة ناديهم بتخفيض رواتبهم بنسبة محددة خلال الفترة من مارس حتى يونيو. وأشارت المصادر ذاتها وفقا للشرق الأوسط إلى أن إدارة الهلال تواصل مفاوضاتها مع باقي اللاعبين لإقناعهم بتخفيض رواتبهم تحملا لتبعيات إيقاف النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا. وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت في وقت سابق أنه على الأندية تعليق التدريبات مؤقتا تقيدا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. أشهد المحترف السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقدرات لاعب الهلال سالم الدوسري قائلا: إنه لاعب مميز وسريع الحركة ومراوغ ويستطيع تسجيل الأهداف، مؤكدا أنه أفضل لاعب سعودي واجهه. واعتبر السومة أن المغربي نور الدين أمرابط جناح نادي النصر أفضل من نظيره البيروفي أندري كاريلو لاعب الهلال. وأوضح وفقا للرياضية أن أمرابط يساهم دائما في صناعة الأهداف، حيث أنه يصنع هدفاً واثنين في كل مباراة بمعدل أعلى من كاريلو. كما اختار النجم الدولي السوري الكبير عمر السومة الفريق الذي يحلم اللعب في صفوفه بخلاف فريقه الحالي الأهلي. وأكد السومة في تصريحات لفضائية أبو ظبي الرياضية أنه يحلم باللعب في فريق ريال مدريد الإسباني. وعن الفريق العربي الذي يتمنى اللعب في صفوفه شدد النجم السوري على أنه لا يوجد نادي معين يجذبه للانضمام إليه، خاصة
أنه يتواجد بالفعل في فريق كبير وتربطه علاقة قوية به وهو الأهلي. وبخصوص العلاقة القوية التي تربطه بجماهير الأهلي وحبهم الشديد له، قال السومة: ربما تكون إنجازاتي مع الفريق وأهدافي الكثيرة وتحطيمي للأرقام القياسية السبب في ذلك. وأخيرا أعرب السومة عن ثقته بعدم تأثر الكرة السعودية بفيروس كورونا، لافتا على أنه خلال شهر أو 45 يوما على الأقصى تقدير سوف تعود الأمور إلى طبيعتها من جديد، والنشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية متوقف في الوقت الحالي كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا والذي ضرب جميع دول العالم وأسفر عن إصابة 1,500,000 شخص، بينهم أكثر من 90,000 حالة وفاة. أطلق محمد الشلهوب نجم فريق الكرة بنادي الهلال تصريحات مثيرة بشأن مسيرته مع الهلال وأبرز بطولاته وتعليقه على أجانب الزعيم. وأوضح الشلهوب خلال حديثه عبر موقع إنستغرام أن المدير الفني راز فان لوشيسكو أخطر اللاعبين منذ أول يوم له بالهلال أنهم سيفوزون بكأس آسيا، كما تحدث عن زملاء الهلال قائلا أنه يفضل بافيتيمبي غوميز عن مهاجم النصر عبد الرزاق حمد الله لأن غوميز لاعب وإنسان وتأقلم سريعا مع الهلال ويؤثر بشكل إيجابي داخل وخارج الملعب، عكس لاعب النصر حمد الله فهو هداف لكنه أناني في الملعب، وعند قدومه للنصر لم يتأقلم بسرعة كغوميز بل طالبت جماهير النصر برحيله قبل ذلك. وتحدث شلهوب عن بدايته مع الهلال قائلا إنه تحدى رغبة أسرته من أجل الانضمام للزعيم، معربا عن فخره بلقب ملك الألقاب، كما أكد أنه هلال وسيظل في الهلال. كما قال الأسطورة الهلالي أن حارس الزعيم عبدالله المعيوف أفضل حارس حاليا، وأن السوري عمر خريبين سيعود عمر الذي تحبونه، كما أكد على أن النجم البرازيلي كارلوس إدواردو قلبه أزرق، في إشارة واضحة على أن البرازيلي لن يغادر الهلال في الفترة الحالية. كما أشاد الشلهوب بالأمير بندر بن محمد واصفا إياه بمثابة والده وأنه يعامله كابنه، وأن جاسم الهويدي كان من أكثر اللاعبين تأثيرا عليه في أول سنة له مع نادي الهلال. كما اعترف الشلهوب بأن بطولة دوري أبطال آسيا سنة 2000 تعني له الكثير. وغير بعيد عن الهلال، كشفت تقارير صحفية عن قرار جديد من قبل إدارة نادي غلطة سراي التركي يكشف اقتراب الكولومبي راداميل فالكاو من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الموسم الجديد. وذكرت صحيفة أكسام نقلا عن وسائل الإعلام الصينية أن إدارة غلطة سراي تستهدف التعاقد مع البرازيلي هالك المحترف في شانغهاي الصيني والذي ينتهي عقده مع شانغهاي في ديسمبر المقبل، وتبلغ قيمته 6.8 ملايين يورو. وذكرت التقارير أن وجود هالك في غلطة سراي سيكون تحسبا لرحيل فالكاو عن صفوف الفريق، خاصة في ظل الأنباء عن عدم ترحيب فالكاو بتقليل راتبه في ظل تعليق النشاط الكروي حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا. يذكر أن أنباء قد صدرت عن الصراع بين الهلال والسد القطري على ضم فالكاو، والذي أكد أنه يريد الاستمرار مع غلطة سراي قبل القرار الإدارة بتقليل رواتب اللاعبين في الفترة المقبلة بحيث لا تتعدى 1.5 مليون يورو سنويا. لا صوت يعلو في الميركاتو الصيفي السعودي حاليا سوى عن التقارير التي انتشرت حول بدء صراع ساخن بين قطبي الرياض الهلال والنصر للتعاقد مع النجم الإسباني الكبير دافيد سيلفا صانع ألعاب وقائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية. ويمثل التعاقد مع سيلفا ضربة قوية لأي منهما في ظل الخبرات الكبيرة التي يملكها من خلال اللعب أساسا لفالنسيا والمانشستر سيتي لأكثر من 15 عاما، بخلاف القدرات الفنية الهائلة التي يمتاز بها كصانع للألعاب وصاحب قدرة على التسجيل من أنصاف الفرص. وأعلن سيلفا البالغ من العمر 34 سنة الرحيل عن مانشستر سيتي الإنجليزي في نهاية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020 بعد 10 سنوات قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم. ووفقا لشبكة وان فوتبول، فإن أندية سعودية كبرى
الكبرى تنافس ميلان الإيطالي وفرقا من الصين واليابان والإمارات لكسب خدمات سيلفا. وفي حال صدقت التقارير الصحفية العالمية فإن الهلال والنصر سيكونا الأقرب للتعاقد مع سيلفا في الميركاتو الصيفي القادم من بين جميع فرق المملكة. الهلال والنصر يبحثان بالفعل عن تعزيز صفوفهما باسم كبير جديد، خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن اقتراب رحيل الإيطالي سيباستيان جوفينكو والبرازيلي كارلوس إدواردو من قلعة الزعيم ونجم السامبا جوليانو دي باولا والنيجيري أحمد موسى عن العالمي. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الحالية التي ضربت أندية السعودية والعالم بسبب توقف النشاط الرياضي، إلا أن صفقة سيلفا تبدو ممكنة للغاية بالنسبة للهلال والنصر.